عقد البرلمان العراقي جلسة خلت من مناقشة ملف اختيار رئيس الحكومة الجديدة وسط تضارب حاد في وجهات النظر بين مؤيد للاحتجاجات ومعارض لها. فيما هدد عدد من فصائل الحشد الشعبي الرئيس العراقي برهم صالح بمنعه من العودة إلى بغداد إذا التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. للمرة الثالثة خلال شهر تكرر كتائب حزب الله العراقي تهديد الرئيس برهم صالح علناً، هذه المرة بتغريدة مسؤولها الأمني على حسابه في تويتر. هددت صالح بطرده من بغداد إذا التقى الرئيس الأمريكي ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي. وكررت فصائل في الحشد الشعبي مثل النجباء وعصائب أهل الحق هذا التهديد. أعتقد هذا انتهاك كبير للسيادة العراقية، ولا ينبغي كان للسيد برهم اللقاء بترامب، وكان يفترض أن يعبر عن موقف العراق وليس عن موقف الكرد. اللقاء مع ترامب كان لقاء كرديا ولم يكن لقاء عراقيا، ولم يعبر عن إرادة العراق كون الشعب العراقي، ومجلس النواب يرفض هذا اللقاء وحذر رئيس الجمهورية من هذا اللقاء. ولم يكلف الرئيس صالح نفسه عناء الرد، واكتفى على ما يبدو بتجاهل هذه التهديدات، تهديدات مردها يقول مطلعون مواقف الرئيس العراقي المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي. صالح رفض تكليف مرشحي الأحزاب الحاكمة خلفا لعبد المهدي ولوح بتقديم استقالته. الحديث عن المشاكل السياسية العراقية والأزمات هي التي أفضت إلى تقليل من هيبة رئيس الجمهورية كمنصب، لأن المادة 66 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور العراقي. استقالة رئيس الوزراء هزت أركان التحالف الاستراتيجي بين الشيعة والأكراد، تحالف أفضى إلى منح الأكراد رئاسة الجمهورية. زخم الحراك الشعبي على مستوى محافظات البلاد أخل بالتوافق بين الرئاسات الثلاث التي جرت العادة على تسميتها بصفقة واحدة بين الشيعة والسنة والأكراد، ولم تأتي ببديل عن رئيس الوزراء منذ استقالته أواخر نوفمبر تشرين الثاني المنصرم. طارق ماهر، العربي، بغداد. وفي البصرة جنوبي العراق استمر إغلاق الطرق لليوم الثالث على التوالي، فيما قتل مسعف وأصيب 8 من المتظاهرين من ضمنهم امرأة. هكذا بدت بعض شوارع البصرة في ثالث يوم للتصعيد في التظاهرات، تصعيد لم يمر بسلام. هاجمت سيارة دفع رباعي مجموعة من المتظاهرين وأمطرتهم بوابل من الرصاص، والحصيلة مقتل مسعفة طبية وإصابة 8 متظاهرين من ضمنهم امرأة. سخط كبير من المتظاهرين لموقف شيوخ العشائر من الأحداث. احنا اللي باحنا واقفين جي السيارة مضللة بدون أرقام جكسارة، وقاموا يرمون علينا وبمارة استشهدت وبنية صوبت تقريبا 7-6 شباب هم صوبوا. أنا عندي رسالة أوجهها الشيوخ الناصرية، تجي تعلم هاي شيوخنا أهل البصرة، تعلمهم شوي المراجل، نسوان منات كتلت ما حد فزع بيناتهم، واحد يقتل الثاني، هاي شيوخنا بس من يصير بيناتهم يتعاركون على دجاجة ما أدري شنو. يتخوف المتظاهرون من استهدافهم في ظل تعرض بعضهم للاغتيال من قبل جماعات مسلحة تستغل انتماءها السياسي والحزبي لحمل السلاح وتصفية المتظاهرين. حتى نطلع أمام الإعلام لازم ألين نتلثم، نخاف من قضية الصك، سيارات مدنية تفتر، استخبارات، حكومة، أحزاب ما تعرف شنو يصكون بالوادم البارحة صكوا. ساحة اعتصام البصرة شهدت تشيع أم جنات المسعفة الطبية التي قضت نحبها ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون. محتجون طالبوا الحكومة بتقديم القتلة للعدالة. جاي ناشد الحكومة وماكو أي استجابة، قررنا بأن نقطع الشوارع تصعيد السلمي حتى تحقيق مطالبنا، والله لا نرجع إلا تحقيق مطالبنا. نطالب الحكومة بإحضار هذول القتلة ومحاكمتهم أمام الشعب، لازم يشوفوننا حل. تحد كبير يواجه الحكومة، ثبات واستمرار المظاهرات يشكل ضغطا عليها من جهة، ومن جهة أخرى تواجه تحديا في ضبط أمن
بانت بوادر انفلاته تدريجيا في المدينة. الاغتيال والتصفية الجسدية أسلوب عاد مع تصعيد المتظاهرين لاحتجاجاتهم، فبينما تنشغل قوات الأمن بمواجهة المتظاهرين تتحرك فرق الموت لتحصد أرواح المحتجين. مازن الطيار، التلفزيون العربي، البصرة. نتابع تطورات المشهد العراقي سياسيا وأمنيا مع مراسلينا من بغداد طارق ماهر ومن البصرة مازن الطيار. مرحبا بكما. أبدأ معك طارق من بغداد، أبرز مخرجات جلسة البرلمان اليوم وأيضا آخر التطورات الميدانية في بغداد. لم يفلح البرلمان جمال في إكمال نصابه القانوني الذي يشترطه النظام الداخلي للبرلمان العراقي، الذي ينص حرفيا على ضرورة حضور نصف البرلمان زائد نائب واحد، أي أن العدد لابد أن يكون 167 نائبا يحضرون جلسة اليوم لكي يتم مناقشة جدول أعمال الجلسة. للأسف البرلمان أخفق مرة أخرى في إكمال النصاب القانوني، وبالتالي لجأ رئيس البرلمان إلى تحويلها إلى جلسة تداولية لم تسفر عن أي نقاش ولم تسفر عن أي مخرجات عن هذه الجلسة، التي لم يتضمن جدول أعمالها أي جديد يذكر بشأن الملفات الساخنة التي تشهدها البلاد فيما يتعلق بملف الاحتجاج ومطالب المحتجين بما يتعلق باختيار مرشح مستقل لرئاسة الحكومة الانتقالية الأخرى. هذا فيما يتعلق بالملف السياسي. أما بالنسبة للملف الميداني فلم يؤثر طقس الشتاء الماطر على حماسة المتظاهرين هنا في العاصمة بغداد، ما يزالون يتجمعون بالمئات في ساحة أو في تقاطع الجيلاني شرقي العاصمة بغداد على مقرب من ساحتي التحرير والطيران، يحاولون بسط سيطرتهم على الطريق السريع محمد القاسم في محاولة لشل حركة مرور السيارات على الشريان الحلوي الذي يربط العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة. المواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط عدد قليل من الجرحى مقارنة باليومين الماضيين، لكن لحد الآن المصادر الطبية تؤكد عدم سقوط قتلى حتى هذه اللحظة، لكن المتظاهرين يتجمعون بأعداد كبيرة حتى بعد حلول الظلام محاولين زيادة المساحة التي يسيطرون عليها في جانب الرصافة الذي يشهد فعاليات أكبر فيما يتعلق بالاحتجاج وكذلك الاعتصامات الميدانية. مازن الطيار من البصرة، هل استهداف المتظاهرين وعدم التمييز بينهم وبين المسعفين والتركيز، هل تسمعني مازن؟ مازن كنت أسألك عن يعني عدم التمييز بين المتظاهرين والمسعفين وحتى استهداف يعني النساء من بينهم، هذا التركيز هل برأيك سيثني المتظاهرين عن الاستمرار بحراكهم في البصرة؟ إذن يبدو أن زميلنا مازن غير قادر على سماعي من البصرة.